في ملف الصحراء المغربية اختتمت في الساعات الأولى من صباح اليوم أشغال الدورة العادية الثانية لهذه السنة للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بالمصادقة على برنامجي قطاعي التعليم والتكوين بالأقاليم الجنوبية. أشغال المجلس توجت أيضا بإصدار بيان استنكر استمرار معاناة محتجزي تندوف وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية ومن أدنى شروط العيش الكريم. ومن جانب آخر سجل المجلس التقدم الملموس الذي حققه المغرب في مجال تكريس ثقافة حقوق الإنسان عبر سلسلة من المبادرات الإصلاحية. وتفاصيل مع عبد الغنيش بارمستر فالصفر وعبد الكريم المغاري. سجل البيان الختامي للدورة التقدم الهام الذي يشهده مجال حقوق الإنسان بالمملكة والإصلاحات الكبرى الهادفة إلى تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، حيث كفل المغرب حرية التعبير لجميع أبنائه وضمن لهم الحق في الانتماء الحزبي المدني والنقابي، وذلك كله تجاوباً مع مضامين المواثيق الدولية بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العهود الدولية في هذا المجال. في ذات السياق جاء إحداث الاستشاري للشؤون الصحراوية يقول البلاغ كآلية ناجعة في معالجة كل القضايا التي تهم المواطن الصحراوي المغربي، ومن بينها القضايا الحقوقية والتي كانت توظف للدعاية المغرضة من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة. إن أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في اجتماعهم هذا الذي تزامن مع الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ يؤكدون ما يلي: افتخارهم بالتجربة الحقوقية المغربية والتي تحققت بفضل الإرادة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره، تثمينهم للرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2008، وما تحمله من مضامين حقوقية تضع المغرب في مصاف الدول الديمقراطية القاضية على كل أشكال التمييز. يعتبرون أن منح المغرب الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية باعتباره أرقى أشكال تقرير المصير محطة أخرى في مسار البناء الديمقراطي بالمغرب، يتيح لسكان الأقاليم الجنوبية التمتع بجميع الحقوق السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. البيان الختامي استنكر أيضا الأوضاع المزرية التي يعيش فيها المحتجزون في مخيمات تندوف في ظل غياب تام لأبسط حقوق الإنسانية. يستنكر أعضاء المجلس ما لحق بإخواننا المحتجزين في تندوف من جميع أنواع الذل والهوان والقسوة والتعذيب والحجز القسري على مدار 30 سنة، يعربون عن أسفهم وإدانتهم الصريحة لكل هذه الممارسات المنافية لقيم حقوق الإنسان والمنفذة على أرض الجزائر وتحت أعين قادتها، وبتشييع منهم مساهمين بشكل صريح في فرض واستمرار تلك الممارسات المنافية للأعراف الدولية. وفي الختام هاب البيان بالمنظمات الحقوقية الدولية إلى العمل على رفع كل أشكال التضييق والخناق على الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف حتى يتمكنوا بمعية ذويهم وأهاليهم بالأقاليم الجنوبية من المملكة من تحقيق الأمل الذي يراودهم عبر إنجاز مشروع الحكم الذاتي الذي سيكفل لهم التمتع بجميع حقوقهم في ظل أمة الحق والقانون وتحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.